مع أسامة سويعي، معاذ الشريف، وسفيان بن فرحات على راديو ميد. رجعنا لكم في البرايم تايم في ساعتنا الاخرانيه، توصل معكم حتى العشرة متاع الصباح. حي للناس اللي تلحقت بينا في الاستماع، كالعاده تابعونا على الفريكونس متاعنا، تابعونا زادا وتتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك راديو ميد تونيزي. وتحيه سورتو للعباد اللي شاده الثنيه، اللي شاده توا الكيس. نقول لكم طريقه السلامه للجميع. باش نحكيو شويه ارقام، نحكيو شويه احصائيات على حوادث الطرقات، الاسباب بالطبيعه نعاودوا نرجعوا في كل مره نحكيو عليها، ونحكيو زادا على اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرقات اللي يكون في 15 نوفمبر من كل عام. نحاولوا في كل مرة أنه نحكيه على الموضوع هذا. معنا بالتليفون سي مراد الجويني، بيع عن المرصد الوطني لسلامة المرور. صباح النور. صباح الخيرات وسام عليك وصباح الخير كافة مستمعين راديو ميد، وشكرا على الاستضافة. سيدي بارك الله فيك وشكرا لك في كل مرة في تفاعل معكم أنتم، سيرتوا نحكيه على الأرقام الإحصائيات اللي نحاولوا أنه نفيدوا بها العبيد. خلنا نبدأ بالإحصائيات بالنسبة لحوادث الطرقات، نحكيه زادها على الأسباب تاعها، ما زالت نفس الأسباب ولا في الفترة هذه بتبيع؟ بتبيع الحال احنا على مستوى المرصد الوطني لسلامة المرور، وبالنسبة للإحصائيات اللي قاعد يدعم فينا فيها معناها بنك المعطيات للمرصد، إلى حدود يوم 10 نوفمبر 2020 سجلنا على مستوى الحوادث 3771 حادث، خلفونا 760 قتيل، وكذلك خلفونا في المقابل 5374 جريح. قارنة بنفس الفترة من سنة 2019 تلقاو عندنا انخفاض في الحوادث ب 1499 حادث، أي نسبة انخفاض ب 28.44%. كذلك انخفاض في القتلى ب 220 قتيل، أي بنسبة 22.45% انخفاض كذلك. وبالنسبة للجرحى وزاد عندنا كذلك انخفاض ب 2159 جريح، أي ما يقابل 28.66%. على مستوى الأسباب باش نلقاو مخالفة السهو وعدم الانتباه، هي في المرتبة الأولى من خلال تسجيل 1170 حادث خلف التنة 161 قتيل و 1439 جريح. في المرتبة الثانية باش نلقاو مخالفة الإفراط في السرعة، اللي هي من حيث الحوادث باش تجي في المرتبة الثانية من خلال تسجيلها 595 حادث، ولكن في المقابل باش نلقاو تحتل المرتبة الأولى في القتلى من خلال زادة كذلك تسجيلها 219 قتيل. بالنسبة للجرحى، بالنسبة لمخالفة الإفراط في السرعة باش نلقاو زادة كذلك تسجلت لنا 967 جريح. بالنسبة إلى مخالفة عدم الاحترام الأولوية باش نلقاوها في المرتبة الثالثة من خلال تسجيلها 355 حادث خلف 33 قتيل و 509 جرحى. شق الطريق هذه مخالفة أساسا تم المترجل، نلقاها في المرتبة الرابعة من خلال تسجيلها 343 حادث و 61 قتيل و 305 جرحى. على مستوى الولايات باش نلقاو كالعادة ولاية تونس تتصدر هي طليعة الولايات من خلال كذلك تسجيلها 706 حوادث خلف 97 قتيل، وبالنسبة للجرحى 915. باش نلقاو كذلك في المرتبة الثانية ولاية بن عروس من خلال تسجيلها 322 حادث 36 قتيل و 426 جريح. في المرتبة الثالثة باش نلقاو ولاية نابل اللي هي بالنسبة للحوادث باش نلقاوها في المرتبة الثالثة في تسجيلها 312 حادث، ولكن باش نلقاوها تحتل المرتبة الثانية من حيث القتلى بتسجيلها 55 قتيل، وبالكثير زاد المرتبة الثانية من حيث الجرحى من خلال تسجيلها 489 جريح. يظهر لي سي مراد لهنا في نحكيو على ولاية نابل، يظهر لي ما زالت في نفس المراتب، معناتها في المراتب متقدمة برشا معناتها من ناحية الحوادث أو الضحايا. صحيح، هو على مستوى الولايات باش نلقاو ثلاثة ولايات الأولى اللي هي معناها تحتل تونس بن عروس ونابل، ولاية نابل من خلال زاد كذلك تسجيلها 312 حادث، وهذا طبيعي جدا خاطر معك زاد كذلك ولاية نابل هي زاد كذلك منطقة عبور بالنسبة لعديد الولايات، دونك كيف زاد تعنى بعناية خاصة من لدن المرصد الوطني لسلامة المرور. فما حملات تحسيسية في الغرض هذا بالنسبة لولاية نابل سورتو اللي هي تحتل مراتب متقدمة، معناتها الإحصائيات ما تبعدش على بعضها سوى صيف ولا شتاء. هو طبيعي جدا على مستوى زاد ولاية نابل، زاد كذلك على مستوى سلطة الإشراف
وكذلك ذلك كيف على مستوى اللجان الجهوية للسلامة المرورية اللي قاعدين يمدوا بينا بالتقارير نتاع الأنشطة على مستوى الجمعيات اللي قاعدة تقوم بها، وإحنا كمرصد وطني لسلامة المرور قاعدين نوجه معنا في العمل التحسيسي من خلال الجمعيات اللي بتزيد تكثف العمل بتاعها على مستوى الولايات اللي هي معناها تشهد ارتفاع في حوادث المرور، ولكن زاد كذلك في المقابل قاعدين زاد نوجه في العمل التجري من خلال الوحدات العامله على الطريق من شرطه وحارات المرور باش يزيدوا يكثفوا معناها من العمل التجري بتاعهم، وهذا ما من شأنه باش يعطينا معناها الانتقاضات على مستوى معناها عديد الولايات، ولكن تقعد هذا في المقابل ولايه بنعروس وولايه نابل عليهم معناها شويه عمل باش نجم يكون اضافي، وان شاء الله العمل هذا من هنا حتى اخر العام على مستوى الحملات اللي قاعد يقوم بها المرصد الوطني لسلامه المرور ترى النور، ومن خلالها هي مع موازاه العمل التجري نشهدوا الانخفاضات معناها من هنا حتى اخر السنه. الموضوع بتاعنا اللي حبينا كذلك تفضل سي مراد هو احياء ذكرى ضحايا حوادث الطرقات، وطبيعي جدا معناها بالنسبه للمرصد الوطني معناها اذرعه مفتوحه الى مكونات المجتمع المدني من خلال معناها تمكينهم من عديد الحملات التحقيقيه والا دعمهم بالمنتجات اللي هما معناها باش يقوموا بها من خلال زاد كذلك معناها الخفض والتخفيض من قوات الطرقات ومن ضحاياها. هو يوم عالمي يحتفلوا فيه بالعام. هذا مين في حوادث دي معناها إحياء ذكرى حوادث الطرقات يجي معناها اليوم هذا يجي كل 15 نوفمبر من كل سنة، وبطبيعة الحال اللي معناها نتبعوا في منظمة الصحة العالمية في تقريرها سنة 2018 اللي سلطت الضوء على عدد الوفيات الناجمة على حوادث الطرقات واللي يبلغ سنويا 1,350,000 وفاة، وتعد الإصابات الناجمة على حوادث الطرقات هذه السبب الرئيسي لوفاة الأشخاص اللي يفوقوا أعمارهم ما بين 5 و29%، ونعرفوا للعدد الأكثر اللي معناها بالنسبة للبلدان النامية اللي هما معناها يتحملوا المترجلين وسواء في الدرجات العادية والدرجات النارية ولا سيما اللي يعيشوا في البلدان النامية. وبطبيعة الحال احنا معناها مواكبة الى اليوم هدايا احنا عندنا كذلك عمل تحسيسي باش نقوموا به مع النادي التونسي للسيارات من خلال معناها حملات تحسيسية باش نقوموا بها على الطريق، من خلال زاد كيف مسابقات كذلك زاد باش ندرجوهم من خلال زاد الغرف الفتية لجي سي هذوم باش يكونوا زاد شركاء معنا في العمل هدايا، وباش يقع التقييم معناها على مستوى السياقة المثالية والسياق المثالي هذايا بطبيعة الحال باش نعطيوه الجائزة، الجائزة هذه باش تمثل فيه كونه يكون هذا كذلك يعرف بالأخلاقيات معناها متاع السياقة الرتينة، وكذلك هذا مواكبة للمرصد الوطني لسلامة المرور من شيرته هو باش يزيد معناها يدعم العمل الحملات التحسيسية هذه واللي من شأنها باش تعطينا معناها التخفيف في الحوادث والجرحى والقتلى. واضح معاذ ولا سفيان كان عندكم تفضل. صباح الخير سي مراد، معاذ الشريف معك. سي مراد والله حبيت نسألك سؤال فيما يخص الفترة هذه متاع الكورونا بصفة عامة، على الأقل نجموش نحكيه على حاجة إيجابية من جرة الكورونا اللي ساهمت في انخفاض الحوادث المرور خاصة ضحايا من تاع الحوادث المرور، نعرفوا فما كانت الكونفينمون وبعد عديد الفترات فيها كوفر فو، هل ساهم هذا في إنقاص ولا تنقيص ولا تقليص من الحوادث المرور وخاصة ضحايا حوادث المرور؟ صباح الخير خويا ونهارك زين. صحيح الكلام اللي كنت تقول فيه هو بالنسبة للكونفينمون ولا بالنسبة لحظر الجولان هما بطبيعة الحال معناها زادوا ساهموا في التقليص من ضحايا وحوادث الطرقات، ولكن زاد كيف زاد ما ننساوش اللي معناها توجهات الدولة وخصوصا وزارة الداخلية في هذا المجال واللي هي التقليص من ضحايا حوادث الطرقات إلى دون 1000 قتيل، وهذا معناها انطلاقا من جانفي 2020. بطبيعة الحال العمل هذا باش تكون شركاء فيه عديد معناها الأطراف اللي هما متدخلين في مجال الوقاية من حوادث الطرقات من ضمنهم المرصد الوطني لسلامة المرور، وطبيعي جدا كذلك باش تكون معنا شرطة وحرس المرور والديوان الوطني للحماية المدنية، وكذلك مكونات المجتمع المدني اللي موازاة للعمل التجري اللي قاعد تقوم به وحداتنا على الطريق باش يقوموا به ذلك عليها العمل التحسيسي ذلك كيف اللي قاعد تقوم به معناها الجمعيات هذه واللي من شأنه ذلك كذلك باش نزيد نخفضوا من ظاهرة حوادث الطرقات. احنا نجم نكونوا فرحانين معناها بالعمل هذا اللي قاعدين قايمين به، ونفرحوا معناها بالمخرجات نتاع الكورونا اللي معناها من خلال الحجر الصحي خفضت لنا في مجال الحوادث، وان شاء الله معناها النتائج هذه احنا عاودين نبنيو عليها، وعلاش لا معناها ما تكونش احصائياتنا بالنسبه الى سنه 2020
تكون معناها ضمن الأهداف المرسومة واللي هي ديولنا الألف قتيل، وعلاش العام الجاي نواصلوا معناها في الانتفاضة ذي، وعلاش ما نوصلوش إلى دون 800 قتيل بالنسبة إلى سنة 2021. وفي الأخير احنا معناها دعوة نوجهوها إلى مستعملي الطريق من خلالكم انتم باش يحاولوا معناها يتمكنوا بالسياسة الرصينة كذلك يعطوا طرحتهم على حسب حالة الطريق. نعرف توا معناها في مثل الأوقات هذه وبالنسبة للأحوال الجوية، واحنا ذلك كذلك قاعدين من خلال صفحة الفيسبوك للمرصد الوطني لسلامة المرور ننزلوا في عديد البلاغات اللي من شأنها باش نعطيه عديد النصائح في مثل هذه معناها سيرتو الضباب الصباح هذاك اللي باش نقوله قدام معناها في الحالة المنافية اللي يخطر فيها توز باب معناها طوم من الأسبوع الفارغ هذا إلى غاية اليوم، ويمكن ذلك معناها الفترة دي ما زيت متواصلة شوية دونك نعطيه في بعض النصائح اللي من شأنها باش تزيد تلفت انتباه السائق إلى بعض السلوكيات اللي نجم معناها هو باستعمالها يقي نفسه ويقي واضح. سي مراد صوفيا كان عندك سي مراد مرحبا بك. الحق نحييكم أنتم اللي قاعدين تعملوا فيه، لكن الحق أنا كل مرة قريت رقم أفجعني وأفزعني. احنا تونس تعرف سيادتك اللي من أحسن البلدان مش العالم العربي وأفريقيا برك وبلدان إسلامية في مؤشرات موت الأطفال الرضع والصغار، يعني تقدمنا ياسر على هذا المستوى وما عادش يموتوا، معناها معدلاتنا دون حتى المعدلات العالمية وهي هائلة. لكن لاحظت وانو عنا ياسر اولادي يموتوا قدام المدارس والمعاهد. دونك الطفل نعمل كل شيء باش منعوه هو وامه المختلطين فونتيل وموت الامهات عند ولاده وغيره، ثم فيما بعد يرتفع رقم بشكل مهول الاولاد اللي عمرهم 16 سنه و10 سنين و15 سنه وغيره، معناها افيك دي بوان نوار سيادتك تعرفهم في بعض المعاهد. واللي لاحظته وانه غياب كان قبل موجودين تلقى معناها حاجات تحسيسيه وشاركوا فيها التلامذه، حتى العوده المدرسيه كنت نلاحظ يجيو الحرس ولا تشكيله امنيه يقفوا قدام المعاهد اللي هي على الطرقات. ما لاحظناش نفس الشيء. هل ممكن وان نداركوا هذه المصيبه؟ مش معقول نمنعوا اولادنا ونعطيهم مأمول حيه تلبس به ثم من بعد تولي ارقامنا مفزعه على مستوى موت الاطفال قدام المدارس والمعاهد. هي ملاحظتك في حقها، احنا ذلك كذلك على مستوى نوادي التربيه المروريه وانت توجبت بتذكر على العوده المدرسيه، احنا خلافا السنه معناها للسنوات الفارته كانت هناك معناها عديد الحملات التحسيسيه على مستوى المدارس اللي هي كذلك تشكل خطوره على مستعملي الطريق وخصوصا منهم الاطفال اللي نعرفوهم معناها بعد الحصه كيفاش يخرجوا معناها مندفعين باش يحبوا يروحوا ولا كذا. دونك احنا السنه معناها العمل نتاعنا كان مقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي. بون هذا نعم عفوا اذا معناها من جره معناها مرض الكورونا، ولكن زاد كيف كيف المقابل كانت هناك زاد كيف كيف حملات ميدانيه على افضل المدارس كما قلنا قبيله اللي تشكل خطوره، وكانت زاد كيف كيف ثم دوريات مدرسيه اللي هي من شانها باش تزيد تعطي اكثر وعي الى مستعملي الطريق حول معناها مخالفات اللي معناها من شانها باش تقي اطفالنا من معناها الخروج الى المدارس. بطبيعه الحال احنا العمل هذا نحب نواصلوا به، ولكن زاد كيف كيف مرتبطين بالحاله الصحيه اللي موجوده في البلاد، ولكن زاد كيف كيف ثم زاد النوادي التربيه المروريه اللي قاعد المرصد الوطني لسلامه المرور قاعد معناها يدعم فيها بالمستلزمات التحديثيه واللي من خلالها هي باش يقوموا هم بالحملات هذه على مستوى المدارس. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه زاد كيف كيف احنا على مستوى اللجان الجهويه اللي تم المروريه على مستوى زاد كذلك الولايات قاعدين معناها يمدوا فينا بالتقارير على مستوى زاد كذلك المدارس اللي هي معناها من شأنها باش تشكل خطوره على معناها الاطفال وعلى مستعملي الطريق، وهناك معناها عديد المدارس. هذه المعطى الاساسي علاش تو كان ناخذ مثال قبل جوبي نوف كانت معناها لا روت مخيير نتاع المرسى، كان ناخذوا باغ اكزومبل لي بوان نوار نحكيو عليهم، ولا باغ اكزومبل التقاسم نتاع النفيذه باغ اكزومبل هذيك اللي كانوا يموتوا في ياسر العباد، ركزوا عليه وعملوا اشياء وبيان سور التبنات قناطر وحاجات كي هكا نقصت فيهم الاموات. لي بوان نوار ماذا بينا هذوما ركزوا عليهم اكثر من غيرهم، خاطر الرقم اللي شفته انا عند وزاره الداخليه اللي هو عندهم الارقام الحقيقيه الحق تري بريسيز يمكن ما ينشروهاش ديما الحق قد به قداش قد ما نمنعوا الاطفال والامهات قد ما يموتونا وفي دي بوان نوار معروفين ماذا بينا نركزوا عليهم اكثر من غيرهم. تقول الاطفال يخرجوا مندفعين لكن كذلك ما تلقاش دودان، الناس تجري قدام المعاهد، خطايا ما سماش، سما حق اشكاليات حتى من السواق.
صحيح صحيح كلامك صحيح معناها وما عندي ما نضيف عليه، ولكن زاد في المقابل احنا زاد كذلك على مستوى عمل تشاركي مع وزاره التجهيز وخصوصا الاداره العامه الى للجسور والطرقات في تعداد معناها تجمع تقول سنوي الى النقاط السوداء واللي قاعد يرفع فيها المرصد معناها بطبيعه الحال من خلال الفريق اللي اما اما سي مراد باش نزيدوا نسهلوا العباد ونختموا معاك وما هكا دي بوندرول وما فما بلايك واضحين وما تحكيوا حتى مع الاولياء اللي موجودين ولا اللي دودان وغيره معناتها هذوما الحاجات ينجموا يكونوا ولا الزينه من العشان تنجم لي تروتوار تنجم لي بارير تنجم اي حاجه معناتها تخلي الصغار باش انهم يفهموا ويكون فما عندهم وعي عندهم الاندفاع ما تنجمش نحيلوا الاندفاع والنشاط الصغير دونك ما فيش شك ما فيش شك الكلام اللي انا كنت باش نقول وانت سبقته على مستوى معناها في دارات الجهويه للتجهيز على مستوى الولايات كل 24 ولايه والا كذلك على مستوى البلديات معناها الدعوه جددناها لهم وذلك كذلك نزيدوا نشدوها من خلال الحكومه الى انها مزيد تبريد المعابر اللي يسقوا منها المترجلين امام المدارس وبالتالي معناها نكون اوليا معناها مبدئيا حققنا معناها يمكن تقليص من ضحايا الاطفال ولكن زاد كذلك في المقابل هناك عديد معناها الاعمال اللي لازم تكون على مستوى المدارس وعلى مستوى نوادي التربيه المروريه والمرصد الوطني لسلامه المرور أزرع مفتوحة إلى جميع المبادرات وإن شاء الله معناها من هنا الآخر العام إحصائياتنا هي اللي تتكلم علينا وإن شاء الله معناها نوصل إلى ما دون الألف قتيل وفي الأخير ما لازم أقوله كان فيها فأمن الجميع وبارك الله إن شاء الله إن شاء الله حتى التربية المورية تولي ماتير موجودة في المدارس. شكرا لك بارك الله فيك سي مراد الجويني على التفاصيل هذه الكل على الأرقام هذه الكل. دونك سفيان أنا كنت باش نسأل مراد الجويني باش نقول له العودة المدرسية الأولى ولا الثانية معناتها إي والله إشكالية كبيرة وسنة لاحظناها ونهار العودة قلناها ولاحظتها أنا الحق ثم شيء قاعدة تصير باهية ثم اليوم أرقام مش خايبة مرتبطة كذلك بمنع التجوال بين الولايات خاصة نعرف ولاية نابل والحمامات والويكاند وكل شيء ثم الحق شيء في النوار موجود فيها أما قد ما نعمله شوية للأسف الشديد معناها ما زالوا يموتونا أولاد صغار ما زالوا يموتونا زادة لدورو اللي حكي لك عليهم في سفاقس في سوسة في القروان وغيره معناها ثم مشكلة كبيرة على هذا المستوى إن شاء الله ندلكوها خاطرها وتشوف توا معناها الكوفيد والمشكلة العالمية كلها ما زالوا ما خلطوش ماتوا فيها عالمين قد اللي ماتوا في حول الطرقات العام اللي فات سورتو فترة كبيرة برشا معناتها ما تنجمش تلوم صغير إنه ما يندفعش ولا ما يكونش عنده نشاط فترة صغيرة بعيدة على المكتب عاود يرجع مش فاهم روحه تونسي إذا ما يفهم زادة وأنه راهو البيتون عنده أولوية حتى في طريق كبيرة امبارح هنا أنا شفت ثم بيتون تعارك مع أوتوموبيليست ثم باساج بروتيجي قبل يقولوا باساج كلوتي يعني هو لو عنده أولوية ما سميهاش أولوية مطلقة ولو في كياس كبير صراحة ما نعرفوش نسوقوا احنا راهو السياقة مش تبدل فيتيس وفولون وشاكيونتون عليه السياقة هي تحترم أكثر ما يمكن قواعد المرور احنا في تونس كان يعملوا إحصائية برشا الناس ما تحترمش قواعد المرور ما تعطيش أولوية للمترجل خاصة والعباد كل تحسها كلها هزة ثلج تحسها كلها مزروبة وبعد كلها تقف فرد لا وخاصة تو في البلاصة اللي نسكن فيها فما ذوك من الدودان حاجة الماصة ياسر راهو كيشوف معناتها الدودان يولي يزيد في الفيتيس وبعد وحتى يتعديه يولي يزرب معناتها انت ما باش تقص كياس هو معناتها الدودان مجعول زعما لتخفيض السرعة هو يزرب يعمل مستحيل اكل الانانية المتأصلة فينا هذيك في اغلب الناس اللي السوق باش يزرب باش انت ما تكملش تقص الميدة باش هو يتعدى كان وثلج ان شاء الله ما يذوبلوش زادة سينما ان شاء الله يسمع فينا سي مراد معناتها فما برشا عبيد معناتها حتى يتفاعلوا على الفيسبوك وسفيان ومعاد انتم تشوفوهم برشا قاعدين يسوقوا ويستعملوا برشا في البورتابل تلقاه يلعب في الجو ولا يكونكتي على الميسنجر سورتو قاعد نلاحظ انه برشا قاعدين يلعبوا في الجو ويحطها قدامه الليكرون التليفون والله بالمناسبه ما سمحني خليني نقص عليك تفضل بالمناسبه البارح تفرجت فيلم اون راجي هو يحكي على علاقه الناس هذه بالجو فيديو لا لا بالسياقه وبالبورتابل وبالتزمير وبالعدم احترام قوانين ما هو بالزهر بقوانين الطرقات وخاصه عدم الاحترام الشخص اللي في الكهرباء قدامك ولا وراك فيلم ممتاز برشا مثل فيه رسل كرو اللي هو كان جلاديتور معناتها مثل فيه وابدع ابدع في
في الفيلم هذا اونراجي يحصلوا تفرجوا فيه اللي يسمعوا فين علاش لا يتفرجوا فيه ونحيوا البورتابل وانتم تسوقوا وتولي دولدان زاد ما تشوفهمش ديما خاصة في الليل ويعملوهم بمادة ما تقعدش البلع يقعد ديما غامق هنا يعملوا بالدهن شعشاعي لي باساج بروتيجي قبل كانوا لي باساج كلوتي يعملوه كانوا بالجير دوب ما يذوب معناها ثم اشكاليات موجودة الطرقات ابريتو علاش هاو نحاول فينيات في فرنسا نحيوها في تونس علاش انا عندي فينيات وقت عندي حفر وقت عندي معناها كياسات معوجه وحاجات كيما هكا هذاك يساهم زاد باش ينرفز السائق وباش يهلك زاد الكراهه بالتاكسيستيه وغيره شوش قاعدين يغسلوا فلوس معناها هو عنده ليزينغ وعنده قروض وعنده كذا وفي نفس الوقت معناها الكورس نتاعو تزيد تضر وهذه اشكاليه كبيره يلزم الحق نلقاو حلول كبيره اليوم نحكيو على حمامات على نابل فيها مشكله كبيره نتاع امبوتياج نابل في كل وقت تمشي تلقى معناها أو قال لك في المرتبة الثالثة على المستوى الوطني في حوادث الطرقات. إي فيها مليون ساكن وفيها ترافيك كبير ياسر نتاع الكراهب معناها. يلزم نلقاو حلول كبيرة وحلول معناها عجلة. مهمة. واضح شوي آخر ميساج أونفوي معاذ الشريف بعد يرجع لنا صوفيا فرحات ونختموا معاه بتبيع آخر فقراتنا في فقرة غنية وحكاية ونشوفوا شنو اختار لنا صوفيا بالنسبة